مشاهد مروعة لجثث ملقاة على جانب الطريق وسط ذوي سيارات الإسعاف وبكاء وصراخ المارة في بلدة تشيباس المكسيكية بعدما لقي 53 مهاجرا مصرعهم في حادث مأساوي ليحصد الموت أرواحهم بدلا من منحهم حياة جديدة. جنسيات الضحايا غير معروفة بعد، لكن فرق الحماية المدنية في تشيباس أكدت أنهم جميعا من غواتيمالا المجاورة. لحسن الحظ كان رد فعل هيئة الصليب الأحمر ورجال الإطفاء والحماية المدنية سريعا حقا، ونأمل أن يتمكن الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى من التعافي، أغلب الوفيات من هندوراس وغواتيمالا، ونعمل الآن على إحصاء وإزالة الجثث. ووقعت الكارثة حين انقلبت شاحنة تقل عشرات المهاجرين غير النظاميين على طريق قرب مدينة غوتيريس عاصمة ولاية تشيباس، وأظهرت التحقيقات الأولية أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت بحسب ما أعلنت فرق الحماية المدنية، فيما أعرب روتيلو إسكاندون حاكم الولاية عن تضامنه مع الضحايا. المسؤولية عن الحادث ستتحدد وفقا للقانون. وتعد ولاية تشيباس التي تقع على مقربة من الحدود مع غواتيمالا بوابة الهجرة من أمريكا الوسطى وخاصة هندوراس والسلفادور إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، وتعتبر مركزا لتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة داخل شاحنات مغلقة، وهي طريقة معتادة لدى المهربين. ويواصل المهاجرون الراغبون في دخول الولايات المتحدة التجمع في هذه النقطة الحدودية لتبقى السلطات المكسيكية حائرة بينهم وبين تشديد واشنطن قبضتها على الحدود معها ومنع دخول المهاجرين إلى أراضيها.